السلام عليكم. بشرح هذا السؤال. طبعا هذا السؤال كان من أسهل الأسئلة بالأونلاين، بس في فرع ثاني أصعب أسئلة الأونلاين. طبعا قبل ما نبلش، بس الأسئلة هون بظن هي كلها بدلالة مجاهيل. صح، يعني الناتج بيطلع مثلا في اي يساوي كذا 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 في بي، صح؟ فهمت كذا؟ صح. بالأونلاين بس ممكن يطلق في اي ويطلب في بي، ممكن نموذج ثاني أو أسطول ثاني يطلب منك في بي ويعطيك في اي، ممكن يعطيك يوم الثنتين يطلب اتش، يعطيك يوم الثنتين يطلب اكس. فانت عارف كيف القانون اجا، شوف القانون النهائي وبعدين خذ المعطيات. يلا معطيني في اي وفي بي، صح؟ صح. طبعا ننتبه للنص، قال لي في اي بسطح مائل وفي بي لفوق، بتطلع لفوق، يعني في اي بدها تنزل لتحت. ننتبه هنا، لو قال لي في اي لتحت تالي هاي لهيك. تمام. يلا قديش طول الحبل هذا؟ هذا حبل مائل، حبل مائل شو بيكون مسافته؟ يلا قديش طول الحبل اللي هو ال؟ تكون عندي اكس تربيع زائد اتش تربيع تحت الجذر زائد هاي الجذر براني، هيك الجذر زائد كم؟ قديش هذول الحبلين؟ 2 اكس واي او 2 واي بي، شو بيساوي ال؟ يلا اشتقه، 2x في x دوت على الجذر تربيع الى x تربيع زائد h تربيع، 2 في الجذر نفسه نسيتها، زائد 2 في بي او y دوت يعني يساوي 0. x دوت ايش هي؟ في a، صح. 2 مع 2 بتروح، فبظل القانون x في في a في الجذر التربيع x تربيع زائد h تربيع زائد 2 في بي يساوي 0. شو الفرع الثاني اللي كان أصعب؟ كان طالب التسارع، فبدي أشتق التسارع. شو بحكي؟ 2 AB يساوي 0. بدي أشتق هذا الإشي، هذا الإشي اشتقاقه كثير 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 طويل، هو مشتقة المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع، والبسط هون في إكس في A. يعني بدك تقعد سنة تشتقه، بصراحة اشتقاقه مش سهل، تشتقه بإيدك وتحل. فاللي بيجي مطلوب التسارع يقرأ حاله السلامة، ويعطيكم العافية.